مرحبا بكم مشاهدينا في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. في الصحافة المحلية، المصدر أونلاين يتناول اعتذار عازف الإيقاع ملاطف لآل الحميدي وموجة السخط في مواقع التواصل الاجتماعي ضد العنصرية والتمييز. وفي الصحافة العربية، العربية نت تشير إلى إعلان ميليشيا الحوثي عن مقتل 9 من قياداتها بينهم ضابطان ينتحلان رتبة عقيد. وفي الصحافة الدولية، وكالة روترز تقول إن صندوق النقد العربي يوقع اتفاقية بقيمة مليار دولار لدعم إصلاحات الحكومة اليمنية. أهلا بكم. البداية من موقع المصدر أونلاين الذي قال إن عازف الإيقاع ملاطف حميدي ظهر في مقطع فيديو معتذرا لقبيلة آل الحميدي وموضحا أنه لا ينتمي إليهم. وتساءل الموقع عن السبب الذي دفع ملاطف حميدي لهذا الاعتذار، وهو الذي يعيش فترة نجوميته بعد أن صعد من ضارب طبل في حفلة الزفاف بمدينة صنعاء إلى شاشة القنوات وصدارة منصات التواصل الاجتماعي. وأشار المصدر أونلاين إلى أن ملاطف ظهر في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: نعتذر لآل بيت الحميدي، حيث أنا ملاطف حميدي القملي من حراز ولست ملاطف الحميدي. وبحسب الموقع، فقد اعترض مدونون على منصات التواصل الاجتماعي على هذا التوضيح، واعتبروه نتاج ضغوطات قبلية واجتماعية ما زالت تؤمن بالعنصرية وتقسيم الناس بناء على المهن. ونقل الموقع عن ناشط على الفيسبوك يدعى يوسف أحمد قوله: في مجتمعنا من السهل أن تكون سارق أو ناهب أو قاطع طريق أو قاتل، وستحميك القبيلة وستنصبك شيخا لها، لكن أن تكون حلاقا أو جزارا أو معك طاسة وطبل وتخدم المجتمع بمهنتك الشريفة فأنت منبوذ وتمارس ضدك الطبقية والنظرة الدونية. قال يمن مونيتور تشير إلى أن الحوثيين يعاقبون مرضى السرطان بإيقاف أدويتهم بعد انكشاف مقتل 10 أطفال بدواء فاسد. وأفاد مصدران للموقع أن الحوثيين صادروا جميع أدوية مرضى السرطان من المؤسسات التي تمنحها للمرضى. وأوضح مصدر في مركز لأورام السرطان في مستشفى الكويت ليمن مونيتور أنهم يتلقون التهديدات والاعتساف واتهامات بالعمالة مع العدوان منذ انكشاف مقتل الأطفال في مركز اللوكيميا. وأشار مسؤول في صندوق مكافحة السرطان في صنعاء ليمن مونيتور إلى أن الحوثيين أبلغوا الصندوق قبل نحو شهر بإيقاف تقديم أي أدوية للمرضى، وأنها أوقفت الدعم المخصص لشراء الأدوية الخاصة بالصندوق دون تقديم أي مبرر. وأكد الموقع أن إيقاف الحوثيين الأدوية التابعة للصندوق يدفع المرضى المقتدرين إلى طريق إجباري لشراء الأدوية من سوق الدواء، لكن ذلك غير متوفر. ولفت الموقع إلى أن الآلاف من المرضى سينتظرون الموت، فلا طاقة لهم بتكاليف العلاج الباهظة التي تتفاوت بين 50 إلى 1500 دولار شهرياً في بعض الحالات، كما يقول أطباء ومرضى. باتت المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية أشبه بسجن كبير لا مكان فيه للحرية أو للعيش الكريم. في هذا الصدد تحدثت الصحوانت عما يعانيه المواطنون في هذه المناطق، قائلة إن المواطن اليمني يمضي أيام حياته في ظل سيطرة الميليشيا كموت بطيء لا ينتهي. التقى موقع الصحوانت بمحمد الذي قال إن ميليشيا الحوثي لا تتقبل وجود شعب يمني حر يفكر ويتخذ القرار ويعيش بالطريقة التي يريدها. وتؤكد زينب للموقع إن الذين يعيشون خارج السجن يعانون مثل الذين بداخله تماما، قائلة: ما الفرق بيننا وبينهم؟ هم مسلوبو الإرادة ونحن كذلك، هم يتعرضون للتعذيب النفسي والموت البطيء ونحن مثلهم، كرامتهم مهدورة وكرامتنا أيضا. ويقول عباس للصحوانات إن الحياة في مناطق سيطرة الحوثي ليست مثل أي مكان على وجه الأرض، فنحن هنا نعيش حيث لا قانون ينصف، فكل شيء مباح لمن يرون أنفسهم فوق الجميع، حتى دمك ومالك وعرضك، ولا حقوق للمواطن ولا فرص عمل ولا رواتب، وأبسط الخدمات الأساسية غير موجودة.
أشارت العربية التي إلى إعلان ميليشيا الحوثي عن مقتل 9 من قياداتها، بينهم ضابطان ينتحلان رتبة عقيد خلال معارك مع قوات شرعية. وبحسب الموقع، فقد أفادت وسائل إعلام تابعة للميليشيا أن الميليشيا أجرت عددا من عمليات التشييع لقتلاها في عدة محافظات، منهم 9 قتلى شيعتهم في أمانة العاصمة. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية نشرت في وسائل إعلامها قائمة بأسماء القتلى الذين زعمت أنهم قتلوا في معركة الدفاع عن مشروعها، منهم قياديان برتبة عقيد وقياديان برتبتي رائد ونقيب وخمسة قياديات برتبة ملازم. ومن بين الانقلابيين القتلى المدعوان وليد مشعفل وشايف عمر الوعري اللذان ينتحلان رتبة عقيد، إلى جانب عبد الرحمن مرشد العديني وزين العابدين علي القرعي ينتحلان رتبتي رائد ونقيب. ولفت الموقع إلى أنه رغم التكتم الشديد لميليشيا الحوثي على خسائرها البشرية، إلا أن عمليات التشييع التي تنظمها يومياً في المحافظات على غرار حزب الله تفضح الثمن العسكري الكبير الذي تدفعه إثر تصعيدها الميداني في الجبهات. وأوضح موقع العربية نت أن ميليشيا الحوثي فجرت على مدى الأيام الماضية معارك طاحنة كان أشدها في محور يافع وكرش بمحافظة لحش، كما امتد التصعيد الحوثي إلى جبهات تعز والساحل الغربي، حيث تكبدت الميليشيا عشرة القتلى والجرحى. أفادت وكالة روترز أن وسائل إعلام سعودية قالت إن صندوق النقد العربي وقع اتفاقيا قيمته مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن. وأفاد الموقع أن الحزمة الجديدة من الصندوق الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له ستوفر الدعم لجهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد من عام 2022 إلى عام 2025. وقالت روترز إن الحرب بين ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية تسببت في ركود الاقتصاد اليمني وتسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم. وأشار الموقع إلى أن الريال اليمني ظل ثابتاً نسبياً عند حوالي 560 ريالاً للدولار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية. وأوضحت روترز أنه منذ أن اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في العام 2014 وأطاحوا بالحكومة، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين وفرع معترف به دولياً في عدن لديه إمكانية الوصول إلى طبيعة النقود. وأشار الموقع إلى أن السعودية قالت في أبريل إنها سترتب 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب بعد تشكيل مجلس رئاسي جديد، ولم يتضح ما إذ كان قد تم صرف المبلغ بالكامل. وصلنا إلى ختام هذه السلطة اليوم، وأترككم مع هذا الكريكاتير. إلى اللقاء.